عشية الذكرى السنوية الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، أمنيات يطلقها العراقيون بأن يكون جيشهم بمنأى عن خط السياسة وجعله القوة العسكرية الأولى في العراق. تأسست في العام 37. يحتفل العراقيون يوم غد بذكرى تأسيس الجيش، فيما دعوا القادة لإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحروب العبثية وعدم التعدي عليه لضمان وجود عراق قوي خال من التدخلات العسكرية الخارجية. نبارك طبعا لتأسيس الجيش العراقي، كذلك نتمنى أن يكون الجيش العراقي بعيد عن طبعا عن الأحزاب وبعيدا عن تأثيرات السياسية. الجيش العراقي لكل العراقيين، يدافع عن العراق، لا يختص بالجهة السياسية ولا يختص بحزب، كذلك لا من حق أي جهة سياسية أن تسيس الجيش العراقي لبناء العملية السياسية. محللون أمنيون وضباط عسكريون يرون أن تواجد بعض الشخص العسكرية في الأجواء السياسية قد يقوض عمل المؤسسة العسكرية وتتحول بذلك إلى مؤسسة تراعي المصالح السياسية أكثر من المصالح العليا للبلاد. الجيش يجب أن يكون بعيد عن السياسة، بعيد عن الأحزاب السياسية، بعيد عن الانتماء إلى أي جهة أو ملة أو قومية. الجيش هو جيش العراق، جيش العراق ككل. قصيتي سأحنيها. يرى مواطنون أن بعض قادة العراق زجوا الجيش بالسياسة من أجل توظيف القوى العسكرية في مصالح ضيقة كالتصويت في الانتخابات أو التمدد عميقا في مفاصل الدولة الأمنية. مهدي غريب، ون نيوز، بغداد،